للمزيد ينضم إلينا هاتفين دكتور طارق البرديسي خبير العلاقات الدولية. بعد التحية دكتور طارق، أصدرت رئاسة الجمهورية بيانا بشأن تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن حول الأوضاع في قطاع غزة، كيف ترى هذا البيان؟ تحياتي لحضرتك ولكل المتابعين. اتصور ان يعني هذا البيان بيتسق تماما مع دور الدوله المصريه. الدوله المصريه هي الدوله القانونيه الملتزمه بكل الاتفاقات وبكل فكره التنظيم الدولي وفكره الشرعه الدوليه، ودائما ممارستها تتفق مع خطابها السياسي والدبلوماسي والاعلامي. اتصور ان الدوله المصريه لم تتوانى لحظه واحده في تقديم كل الدعم وكل تلك المساعدات الإخوة الأشقاء في فلسطين. معظم النسبة الأكبر من هذه المساعدات من قبل الدولة المصرية رغم هذه الظروف الاقتصادية. مصر لم تتوانى على الإطلاق في تسهيل كل يعني الدعم الذي يقدم في للإخوة الفلسطينيين في غزة من خلال استقباله في مطار العريش ثم إرساله بعد ذلك. مصر أيضا مكنت كل القيادات والزعامات والشخصيات العالمية النافذة من أن تتواجد على في أرض يعني معبر رفح وتشاهد بأنفسها الواقع والممارسة على الأرض. وهذه الجهود المخلصة المضنية لتذليل العقبات وإدخال المساعدات بشكل يعني يتناسب مع حجم المعاناة، ورغم ذلك كل هذا العنت من كان الجانب الإسرائيلي مصر تعاملت معه بمهنية واحترافية بضربة ومراس وبقدرة على احتواء كل هذه المماطلات والمراوغات. لكن دكتور طارق، لماذا كل هذه التصريحات بعد كل الجهود التي قامت بها مصر في الآونة الأخيرة وما زالت تقوم بها من حيث إدخال المساعدات الإغاثية والإنسانية إلى الجانب الفلسطيني، لماذا كل هذه التصريحات من الجانب الأمريكي المنافية لهذا الدور أو التقليل من هذا الدور؟ أنا في تصوري يعني هي مصر يعني لا تنتظر يعني ولا إشادة ولا مدحا ولا ذما، لأن دورها وأدوارها واضحة وراسخة بالتأكيد. ويعني سواء كان على مستوى تقديم المعونات والدعم، سواء على تقديم مستوى تحقيق الوساطة وتخفيف التصعيد، مستوى تحقيق التسوية الشاملة بعيدا عن فكرة التصفية، التصدي للتصفية والتصدي للتهجير، يعني كل هذه المسارات وكل هذه الأدوار تقوم بها الدولة المصرية. دائما الشجرة المثمرة هي التي يعني بيتم توجيه لها مثل هذه السهام. مصر هي الدولة الوحيدة في العالم الذي يعني التي قدمت وتقدم وستقدم يعني هذا الدعم وهذه المسارات المختلفة وهذه الأدوار المتكاملة، لأن مصر لها تلك الرؤية الاستراتيجية الكبيرة المتكاملة لحل هذه المشكلة العويصة. ومصر يعني تعتبر نعتبرها كالدليل أو كالمرشد. ومصر دائما ما تدعو وتكون هي الأصل في الدعوة إلى عدم الانحياز إلى إسرائيل أو الدفاع عن الفلسطينيين وإقامة دولتهم المستقلة أيضا. دائما يعني الدور المصري ينطلق من هذه من ذلك التاريخ وهذه السوابق وقدرات الدولة المصرية وهذا المخزون التاريخي والثقافي والسياسي والحضاري للدولة المصرية. فمصر هي في تصديها وفي مقارباتها المختلفة للقضية الفلسطينية تتعامل في كل المسارات وعلى كل المستويات، لم توصد بابا، لم تغلق يعني نافذة في سبيل التواصل مع كل الأطراف المعنية في سبيل يعني وضع الحلول الناجعة والتصدي. ومنذ اللحظة الأولى أكد الرئيس السيسي لابد أن نتعرف على الجذور الرئيسة والأسباب الحقيقية لهذه المشكلة. المشكلة ليست مشكلة يعني أعمال عنف أو أعمال مقاومة، المشكلة مشكلة استيطان، انسداد أفق سياسي، احتلال، استعمار. هذه هي القضية يعني ما زالت يعني أطول قضية استعمار واحتلال ليس لها أفق سياسي. لذلك كان الرئيس السيسي ومنذ اللحظة الأولى وفي قمة القاهرة للسلام أكد على ضرورة التصدي للجذور الحقيقية للمشكلة، التصدي الفوري ووقف إطلاق النار
وأن يطلع المجتمع الدولي بمسؤولياته. بدلا من أن يطلع المجتمع الدولي بمسؤولياته، بدلا من أن تطلع الدول الكبرى بمسؤولياتها التي كانت مؤتمنة عليها من قبل الأسر الدولية، تقوم بتوجيه التهم على الدول التي يعني تشارك بإيجابية في كل المسارات لحل هذه القضية. نعم، لا تنتظر يعني ثناء ولا إشادة، وإنما تطلع بذلك إيمانا منها بأن هذه القضية جزء من الأمن القومي المصري، مزروعة ومغروسة في الوجدان المصري قيادة وحكومة وشعبا. أشكرك شكرا جزيلا، كنت معنا عبر الهاتف دكتور طارق البرديسي خبير العلاقات الدولية، شكرا جزيلا لحضرتك.